الفيديو السابق تكلمنا عن حساب الحدود القريبة. حساب الحدود القريبة تكلمنا كيف أحصل على E0 E1 E2 من متتالية تراجعية. هذه المتتالية التراجعية فيها الأ والبي واللندا الثلاثة والاثنان والصفر والعشرة. الثلاثة والاثنان والعشرة أعداد سهلة، أعداد سهلة. مثلا مثال باك، هذا مثال باك 2017، قال اثنان والثلاثة والنقص اثنان. إذن نحن كما يقولون اكزرسيس دو باز، فهمنا التمرين من أجل أعداد طبيعية، ثلاثة واثنان وعشرة أعداد سهلة. البكالوريا لن تجد ثلاثة اثنان عشرة، تجد ثلاثة اثنان ناقص اثنان، تجد أعداد أخرى، تجد أعداد أخرى تكلمنا عليها وقلنا أننا صنعنا 63 تمرين، نوعنا في الأعداد، الأعداد نوعنا فيها طبيعي طبيعي، ثم يكون عدد سالب هنا، عدد سالب عدد سالب، ثم يكون عدد عشري، ثم يكون كسر، ثم يكون عدد ناطق. نوعنا في الأفكار، ليس دوما أعداد طبيعية سهلة. إذن في حساب الحدود القريبة هناك وضعيات سهلة وهناك وضعيات نصف سهلة. نصف سهلة قصدي هنا كما قلنا أن 1 على 2 يمكن تحولها إلى 0.5 فتصبح أعداد عشرية، تكلمنا الفيديو السابق. إذن حساب الحدود القريبة هناك وضعيات سهلة، هناك وضعيات، هناك وضعيات. 63 تمرين تكلمنا بالتفصيل، انتهينا من حساب الحدود القريبة. آخر تمرين في حساب الحدود القريبة هو هذا تمرين رسمي المطلوب، حساب الحدود لها. 3 في الحد القديم ناقص 2، 3 في 2 6 ناقص 2، 3 في العشرة 3 في الحد القديم ناقص 2، معناتها 3 في الرابعة 12 ناقص 2، 10 3 في العشرة 30 ناقص 2. انتهى حساب الحدود القريبة. نأتي الآن إلى عنصر آخر، هي ليست حسابية ولا هندسية. هذا السؤال، هذا السؤال الفكرة، لا الفرق بين حدين ثابت لتكون حسابية، ولا النسبة بين حدين ثابتة لتكون هندسية. لا الفرق بين حدين ثابت لتكون حسابية، ولا النسبة بين حدين ثابت لتكون هندسية. لا الفرق بين حدين ثابت لتكون حسابية، ولا النسبة بين حدين ثابت لتكون هندسية. إذن بكالوريا 2015 طلب منه حساب E0 E1 E2، ثم قال برهن أنها ليست حسابية وليست هندسية. نملأ الجدول ونقول الحد الجديد ناقص الحد القديم لا يساوي الحد الجديد ناقص الحد القديم، ومنه ليست حسابية. الحقيقة أريد أن أتكلم عن هذا بطريقتين أخريتين. الطريقة الأولى الوصف اللغوي، هناك طريقة للشرح، مثلا هنا الحاضر وهنا الماضي وهنا المستقبل. المستقبل ناقص الحاضر لا يساوي الحاضر ناقص الماضي. وهنا أقول المستقبل تقسيم الحاضر لا يساوي الحاضر تقسيم الماضي. أو أقول الحد الجديد، الحد القديم، الحد الأجدد، الحد الأجدد. إذن من المفروض الفكرة وصلت هنا، شرح رياضي وشرح لغوي. تبقى طريقة أخرى في الشرح ببرنامج سينيكوانو، برنامج هذا صفر، برنامج هذا لاحظ
0.95 إكس زائد 3، 0.95 إكس زائد 3. الحد الأول 50، تكتب أنت يا إي 0.50، وتختار النوع هذا متتالية تراجعية من هذا النوع، فتكون الحدود 50، هاي عندي 50، هاي وراء 50، 50.5، 50.5، 50.995، 50.995. إذا النتائج حصلت عليها هكذا، هذا يرسم متتاليات ما إلى ذلك. المهم في هذا الفيديو تكلمت على إثبات أنها ليست حسابية ولا هندسية، ليست حسابية ولا هندسية. أريد أن أتكلم عن طريقة أسميها طريقة سهام السهام. طريقة سهام السهام هي طريقة معتمدة يعتمدها طلاب البكالوريا لتسهيل الدروس ولتسهيل المفاهيم وللتركيز. هي طريقة لفهم جزئية معينة في الدرس. كانت هناك كتب تتكلم عن 1000 تمرين في حساب النهايات مثلا، وكانت سلسلة سهام البكالوريا للأستاذ السعيد والزاني. مثال: أنت تجد صعوبة في حساب الحدود القريبة، تسلط عليها الضوء وتنجزها هي فقط، ولقد أنجزت 63 تمرين عنها، وهي مرفقة في هذا البحث. 63 تمرين التي كنت أقول عنها، هذه سميتها سهام السهام، ركزت على جزئية واحدة سميتها حساب الحدود القريبة. هناك من يجد صعوبة في هذا العنوان يركز عليها ويستخرجها من البكالوريات وينجزها هي فقط. هذه الطريقة سأوثقها في الباحث وسأجعل هذه الأوراق في هذا الباحث لتكون مثال نموذج على طريقة للمراجعة. أنت تجد مشكل في المجموع، اجعل له سهام السهام. تجد مشكل في قيم مبرهنة قيم متوسطة، اجعل له سهام في السهام. أي جزئية مثلا في الإحصاء تجد صعوبة في التمثيل البياني، اجعل له السهام في السهام. هذه الفكرة. إذا في جوجل عندما تبحث عن سهام السهام، لست أدري، لم تكن متطورة كتاب سهام السهام، لم أجده. لو أكتب هنا 100 تمرين، 100 تمرين عن النهايات، يعني النهايات، هناك تمارين. إذا هناك كتب ربما في الإنترنت 60 نهاية مثلا، هذا تكفيني هذه مثلا. هذا تحميل كتاب تمارين 60 نهاية من درس النهايات. هذا الكتاب هذا ما فائدته؟ يركز على النهايات فقط، يركز على النهايات فقط. وهكذا أنت تعمم هذه الفكرة. أنت عندك مشكل في الحدود القريبة، عندك مشكل في الحدود القريبة، تركز على الحدود القريبة فقط. في الرياضية، في اللغة العربية، في اللغة العربية بكالوريا الرياضيات مثلا، هكذا مثلا هذه المتتاليات، مش عندكم توم، عندكم متتاليات، هذه متتاليات، هذا مثلا الإحصاء، هذا الاحتمالات، هذه الدوال مثلا، هكذا مثلا هذه متتاليات، هذا إحصاء، هذه الدوال، هذه الاحتمالات مثلا. كلمة هذا يسموه سهم، وهذا يسموه سهم، وهذا يسموه سهم. نحن ماذا سنفعل في المتتاليات؟ هناك جزئية غير مفهومة، هذه الجزئية نمسكها لوحدها وندرسها. مثلا هذه الجزئية أنا أسميها، هذه يسموها السهم، وهذا يسموه السهم من السهم، سهام السهام. هذه الجزئية مثلا حساب الحدود القريبة، أهتم بها لوحدها. هكذا هي طريقة سهام السهام. إذا انتهى هذا الفيديو.